من خلال الاستغلال الجيد للمعلومات والتواجد الميداني الفعال لتأمين المواطن وممتلكاته، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة في 3 عمليات متفرقة بإقليم اختصاص الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببنصرور من تفكيك 3 شبكات إجرامية متخصصة في سرقة المواشي، تهريب وترويج الأقراص المهلوسة والمتاجرة بالمخدرات. العمليات النوعية مكنت من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم، حجز 2 مركبات، حجز 800 قرص مهلوس نوع إكستازي، 40 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام، 61 غرام من الكيف المعالج، مع استرجاع 16 رأس من الماشية المسروقة من مجموع 17 رأس المشتبه فيهم. وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جنحت سرقة المواشي بتوفر ظرفي الليل والتعدد واستحضار مركبة، نقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، التهريب على درجة عالية من الخطورة من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني والصحة العمومية، حيازة المخدرات من أجل المتاجرة، جنحت بيع أدوية أو مواد صيدلانية دون رخصة. المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص فور الانتهاء من التحقيق. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.